النتيجة لأن الأمور لا زالت بدون أهداف، والكرة بالرأس كانت ولا زالت، ووصلت الآن إلى أوليفر جي. الله الله، يا للروعة يا للروعة يا جيرو، جيرو يسجل هدفا في غاية الروعة وغاية الجمال وغاية الإبداع. فرنسا تتقدم بهدف، ويا له من هدف، يا له من هدف. نعم، الاستقبال وبعد ذلك بالقدم اليسرى في المكان القاتل بكل معنى الكلمة. هنا طلب الكرة، هنا استلم الكرة، وهنا سدد الكرة الماضية واستقرت في مقتل، استقرت في مقتل هذه الكرات. أصعب من فورسبيرغ، هذا اللاعب المهاري يتقدم الآن ويأتي بكرة في الجهة الأخرى ربما تكون عالية، هي كذلك الآن، وكرة جميلة كانت ولا زالت. الله الله، دورماز يعيد السويد، دورماز يعيد السويد، جيمي دورماز. نعم، كرة جميلة من البداية الأولى، من البداية الأولى. التمريرة العرضية جميلة، بيرغ ارتقى عاليا. شوف هذه التمريرة من فورسبيرغ وبعد ذلك أغوستنسون. هنا بيرغ حاول ولكن الكرة من أمامه وبعدت، تحولت إلى من؟ إلى جيمي دورماز. جيمي دورماز لمسة أولى مباشرة، لم يتردد ولم يتأخر وهز الشباك. ويا لها من عودة، من عودة لمنتخب السويد. وأنا ذكرت بأن منتخب السويد مطالب بالعودة في الشوط الأول لأنه إن ترك الأمور للشوط الثاني فإن طبعا الأمور ربما تكون لصالح. وهنا العناق من جانب السويديين، مشكلة كثيرة جدا طبعا، ويكفي المثال الكبير زيدان، بينما هذا فرنسي، فرنسي فرنسي أصلي، لكن هذا ما هو فرنسي، هذا فرنسي الجنسية ولكنه ليس فرنسي الجذور. وقد شاهدناه مؤخرا طبعا يزور الأراضي المقدسة ويعتمر، وكان العالم ربما. هذه محاولة، كرة جميلة للأمام، لعب بقيمة بوغنر وشعبيته لا شك، حضوره أيضا يؤدي العمرة وينتشر ذلك بهذا الشكل السريع عبر السوشيال ميديا. هذه كرة خطيرة، فرصة للأمام، جول، خطأ فادح، خطأ قاتل. السويد تتقدم، أخطأ القائد، القائد القائد لوريس الخبير، وبالتالي في الوقت القاتل نعم يسجل توفونين والمباراة تنتهي. هذه اللعبة هنا تقدم، ولكن ما هكذا، لا والله ما هكذا تبعد الكرات يا لوريس. نعم، يتسبب القائد، حارس مرمى خبير ب 89 مباراة دولية. هذا الخطأ السهل جدا يكلف فرنسا الخسارة الأولى ويكلف السويد، السويد الآن 13 نقطة، فرنسا 13 نقطة. انتهت.